الحقيقة طبعا يعني لا شكر، ده واجب عليا وده أقل شيء بقدمه لفريق قومي اللي بنطمح إن هو يستعيد بإذن الله البطولات اللي كان دايما في حضرتها وأمجاده. واللقاء النهاردة كان التعرف على كل المعلومات اللي تؤيد هذا اللقاء، سواء مكان الإقامة، مكان الملعب، إمكانية إقامة التدريب للفريق قبل المباراة، وإلى أماكن المتاحة لمركز التدريب، فكلها كانت موضوعات فنية للإعدادي. ربنا نعرف بعض الملامح للاستقبال هناك، الجماهير مستعدة إزاي للمباراة، شكل الملاعب الموجودة، الإمكانيات الفنية. الجماهير طبعا متشوقة لهذا اللقاء لأنه بعد سنتين من عقوبة تعرضت فيها السنغال بنقل كل ماتشاتها إلى خارج السنغال، ومتشوقة إن يعود تاني النشاط الرياضي الكروي في أهم الملاعب بتاعتهم. وطبعا ده أول طريق للتصفيات لبطولة أفريقيا، فبالنسبة لهم ده شيء مهم إنهم يطمحوا إنهم يعيدوا اسم السنغال تاني وتروح كدول المقدمة على الساحة الكروية في القارة. الجماهير كلها هي في حب كبير لمصر، في دائما تقدير كبير لمصر. عايزين نعرف اسم الملعب والحالة الأمنية هناك، وهل في فيروسات؟ كان في كلام كتير، عايزين نعرف الحالة الأمنية عاملة ازاي واسم الملعب اللي هتلعب المباراة. اسم الملعب سيدار سنغور، ده الملعب الرئيسي بتاع السنغال. الحالة الأمنية حالة جيدة جدا وطيبة، لا توجد أي تخوفات أو قلق من التواجد في السنغال. الحمد لله ما فيش أي أوبئة منتشرة، بالعكس البلد آمنة صحيا، ويعني إلى الآن ما فيش مشكلة من هذا. رؤية جماهير السنغال للمجموعة اللي فيها مصر وتونس مع السنغال، وشايفين فرص صعودهم إزاي أو تأهلهم للبطولة؟ طبعا بيروا إنها مجموعة قوية، لكن هذا لا يمنع أنهم يبذلوا كل مجهود عشان يقدروا يوصلوا للبطولة الأفريقية. هم بيقولوا احنا بنستعد بأفضل إمكانياتنا للعب المباريات بتاعة البطولة بشكل مشرف، بحيث يقدروا يحققوا النتيجة طرد عنها الجماهير بعد فترة غاب عنها فريق السنغال من ان هو يحقق بطولات او يحقق نتائج كويسة. شكرا.